السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في الأربعاء السويهلة بمراكش، واللي ما عرفاش كاينة في المملكة المغربية، هذا الخير تنوريوها الجالية المغربية والناس مالين المدن الكبرى بالمملكة المغربية. وكل مشاهد قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن، أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. بنات ولاد عيالات رجالة أهلا بالحباب تاعنا، كما تشوفوا هاد الخيرات تاع الخروف البدري. أهلا، كي داير بخير؟ بارك الله خير. أمين يا ربي، تدرب الداعية ويرقى الله تعالى. صبت عندكم في الأربعاء ودعينا هنا في الأربعاء. ياكس صبت في الأربعاء. واخا كما تشوفوا هاد الخيرات، نهار 26 في شهر 1 2022، هاد الخيرات تنوريو الحباب تاعنا 2022. كي تشوفوا الحاج كي داير بخير؟ ناشط؟ وليتي بخير؟ الحمد لله واحد شويه. الله يعفو. ترقلوا واحد شويه. الله يعفو. ياك بخير؟ الله ناشط؟ بارك الله الحال. الله يبارك فيك، الله يحفظك. كي تشوفوا هاد الخيرات في الأربعاء السويهله، عند هاد الحباب تاعنا من المشاهدين ومن المصورين تاعنا، هاد الخيرات تاع البدري او خروف الكسابي كي تشوفوا معنا، او الغوف، او كل واحد اش تيقول له. تبارك الله خرفان جيدين لاباس بهم. ها؟ بدري ومليح القرن وتوب. واش القرن وتوب؟ توب وجايه من القرعه الشفاغنه. وميصلا وزين. ياك؟ وهذا تيبان لي بحال الحرس شويه. لا هذا مليح مليح، انت الزغبه كلها بالحيد، الزغبه اللي بتولي فيها. غادي تحيد هذيك. تبارك الله، كما قال لنا هدر الناس اصحابنا هنايا في الاربعاء السويهله بمراكش، خاصين بهذ الخروف. السلام عليكم. اهلا، كي داير بخير؟ ناشط؟ لاباس عليكم؟ واش كاين؟ ثاني طلبنا هذيك الاربعاء، طلبنا الشفاعيه جاب الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الاربعاء طلبناه وقلت شويه بشويه بشويه ان شاء الله. صبت ساعتكم صبت. بارك الله يجعل البركه والله يزيد لهم فضله. امين يا رب. هذا اللي تيقولوا هاد الناس الحباب تاعنا هنا في الاربعاء السويهله بمراكش، هادو من الصراغنا. هناك العلف شويه راه قتلنا، الريال اللي صورنا هي يديه لينا. انت باقي تتعيط. العلف راه طحنا صح. واطلب الله يصب الشتاء وكل شيء يهود. كل شيء يهود. لا صابت الشتاء ولا الربيع وكلاس وهذا الشيء ويهود هاد الخيرات. تبارك الله. شحال قلت لي تابعنا هاد الشيء؟ اغلبها كاينه ب 32 باش طايحه. باش طايحه. 1600 درهم. وعطاكم فيها شي ربح؟ مازال ما عطاكم والو. محامين عليا بثلاثة. ولا سخرنا احنا لا كيلو جاك الله. باش الشتا دابا غادي تصب القاديدة. انا جيت من السطات، الشتا تتصب حتى لهنا ان شاء الله. بارك الله. خيرات تبارك الله. امين يا ربي. الله يطول عمرك، الله يبارك فيك. تبارك الله. اش قلتي لي يا خويا؟ اليوم البهايم قليلة وبنادم قليل. فعلا كان هاد الايامات شكرا القادية. القادية وكان سوق عمال مزيان. دابا الحمد لله غادي. اللهم لك الحمد. غادي تصاوب. اللي جاب الله الشتا كل شيء عندنا احنا في الجزيرة. هذا اللي كان. هذا ما كان. من عطى عندنا الشتا بحال سوق عمار. كيما قال الله يرحم والديك. هذا الراجل باغي الخير، الله يعطيه الخير. كيما قال هذا الراجل بغى الشتا قال لك فاش صبت وهذه بحال صورنا الخيرات وتبارك الله. وفعلا فعلا الحمد لله فاش كانت الشتاء كهرباء معطله. الله يسهل عليكم. اهلا. انت تبغينا نساليو عن جيتي؟ والله يحفظك. وفين كنتي؟ لقيتك عند خوتي، راه جيت عندك. ياك بخير؟ ياك بخير. ناشط؟ الله يحفظك اسيدي. امين. هذا صاحبنا وصديقنا. فعلا. احنا من حد راس العين، هو من سيد زوين. انت من سيد زوين؟ حتى هشام. الله يعمرها. هشام تا هو درواز. سيد زوين راه جينا عند هشام واحد العام. مرحبا. الله يرحم والديك. ياك بخير بعدا؟ سيد زوين راه مسعات ورجالات. اه. سيد زوين راه مسعات ورجالات. سبحان الله. وبعدا كاين الحباب تاعنا فيه بزاف. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله وشكر الله على فضله ونعمه. خويا السعيد. النوار من العمالي تنديرو حنا صافي. ما عندي مركون. كان نديرو ما نديرو. والله ما عندي مركون. المقصوم ما نقربو لي، خلقت الله تجي هي هذه. تبارك الله ما عندي مركون. ما تيدس ما يبقاش ما والو. ليبر واحد. الله يسلمك. تبارك الله. قول لي يا.
واش هذا الشيء مأثر بالسردي والكار؟ السردي انا الخروف الى ما كان عمل يجي غلاطاته والسردي وعينك ماما نقول انا زوينين ما نشري ودني كبار. ايوه ودني كبار تبارك الله انت بحال ما هذاك بحال. ايوه شوف انت هذاك اللي بلهيه وهذاك تشوفوا الودنين قداش هذا هو كل حولي تعجب لي انا. ها هو العمى سيدي ها هو. تبارك الله تبارك الله. اغلب مليحه والله يجعل سيدي الله يكبر. امين يا ربي شحال هادو الثمن؟ طايحين ب 24 سي الزيتون. تبارك الله زينين. زينين ولكن السوق اليوم اليوم بنادم قليل ما كاين حد. حتى الغلمه قليله اليوم. الغلم قليله وبنادم قليل وما كاينش. ها نعم الوقت غدا مشوره. هذه السيمانه بحال هادو بعناهم ما وقفنا عليهم حتى شويه بعناهم. ياك حتى هادو غتبيعهم ان شاء الله. ان شاء الله كما غتبيعهم. الوردي ربط على الله فيك. هذا اللي كان كما قلنا الودنين كما تنوريو الحباب تاعنا اللي ودنيه دايرين بحال هكا كبار وعدوا القرن وهذا الشيء التوب تاعهم. قميبله قميبله كحله. ها الله يرضي عليك. انت نعم سيدي الله يرضي عليك. ويجيلك مخير صافي. تبارك الله. هاد الناس تبارك الله الناس مخيرين هادو احبابنا هنا في الاربع السويهلة بمراكش كي تشوفوا هاد البدري وهاد الغو او الخروف الكسابي كي تشوفوا تبارك الله شي حاجه رفيعه ممتازه. تبارك الله تبارك الله. قلتوا 24 باقي ما عطاوكمش. مازال ما عطاوناش باقي على الله. كما تشوفوا هاد الناس حباب تاعنا هنا في الاربع السويهلة بمراكش وهما لحد راس العين بسراغنا. الله يسهل عليك. احنا ماشي سراغنا. ارحمنا توبة. ارحمنا مذكورين في القران بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان يوم الدين كان اسم الله عز وجل. طبقنا الله تعالى في القران. الله لا هذه ما تخلطش فيها. جاب الله الصب وجاب الله الشتا وجاب الله الخيولات من اللي خلوها حصيده. ياك؟ اي كاع ما تنساوهم وتجافهم تنساو. الله يرضى عندكم سخونه. يبيعوا ديك الباره ب 40 ريال. عندكم الارض سخونه. ماشي يبيعوها. الله يرضى عندكم سخونه خاصه الماء بزاف. ولا جاب الله الخيولات تنساو. خاصه الماء بزاف. خاصه الماء بزاف. والله يجيبوا يجيبوا الله ان شاء الله. والله يسهل عليكم. هاد جوج تبارك الله هنا في الاربع السويهله عند صديقنا هنايا تبارك الله هاد الخيرات شحال هاد؟ هادوك 65 الف. شحال شاريهم؟ 65. شاريهم 65 الف. نعم. باش خدتيهم؟ نعم. عطاوك فيهم شي ربح؟ مازال الله مازال ما عطاكم والو. مازال الله ما عطاكم والو. كيما تشوفوا هاد الرجل في الاربع السويهله بمراكش يقول لك باقي الله ما عطاونا حتى شي حاجه في هاد جوج ب 3250 تاع الدرهم 65000 1000 ريال 65000 ما عطاوكش فيهم شي ربح ما عطاونا والو ما عطاوش الربح كي تشوفوا هنا في الاربع السويهله بمراكش تنجيبوا جميع الاحباب تاعنا الصغير والكبير وكل واحد واش تيبغي يشوف في الاحباب تاعنا وهادو شحال هاد ما ديالو شحال هاد الخيرات هادو 70000 و 70000 ماشي بزاف هي باش كاينين ما كاين بزاف هي باش كاينين ما كاين بزاف قول لي واش غنقص منهم هاد غادي تنقص حتى حاجه ب 70000 باش خديهم عطاك فيهم انت هما شي ربح ولا ما عطاونها فلوس مازال ما كاين ربح واحد قال لك فلوس يلاه قال لك واحد فلوسك. قلنا له حنا تعطينا فيهم 6000. بغيتي 6000 ربح. إلا جابها الله. ما يمشي الرزق بيد الله تعالى. ب 4000 ولا 3000. إلا جاب الله. ما عليكش ما عليكش. غادي نسدو حتى هنا ونبيعو. بطبيعة الحال. الله يسهلك. نصورهم شي حاجة. واخا نعم سيدي نصوروهم. وشحال هاد الخيرات؟ 37 لواحد. عطاوها لك ولا بغيتيها ولا شو؟ لا بغيناها. بغيتوها؟ شاريهم اليوم هادو؟ 36. باش خدتيهم اليوم؟ ولا جايبهم شي بلاصه اخرى؟ اليوم كي تشوفوا معنا في الاربع السويهله بمراكش كما قلنا نهار 26 شهر 1 2022 هذه الخيرات تنوريوها للاحباب تونا. تحياتي العيالات ورجال وبنات ولاد اللي تيكتبوا لنا الكوميديرات وتحياتي للسياد تاعنا اللي في الادارات الكبرى بالمملكه المغربيه وشاهدوا قناه الزيتون المرجان
تحياتي لهم كبيرة. هاد الخيرات تبارك الله كي تشوفوا هاد الغلب كي ساب ديال الخروف تبارك الله، الله يسهل لك سي.